طلعات جوية بالحدود الشرقية المغربية ورد فعل غريب من الجزائر. كشف مصدر مطلع أن قواتنا المسلحة الملكية نفذ مؤخرا طلعات جوية في المناطق الحدودية الشرقية، وفي رد فعلها على هذه الطلعة العسكرية اعتبرت الجزائر أن ذلك هو محاولة لجر الجزائر إلى حرب حسب زعمها، في الوقت الذي تشير المعطيات أن الجيش المغربي دائما ما يقوم بمثل هذه الطلعات الجوية كتعزيز للأمن في هذه المناطق الحدودية ومراقبة ما يجري ويدور على قرب. وأضافت ذات المصادر أن العشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو المغربي قامت بمناورات عسكرية نفذت من خلالها طلعات متتالية لرصد أي تحركات للقوات المعادية.